بداية نعزي أبناء الشعب العراقي باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. تم عقد اجتماع مهم للجنة الأمنية من أجل وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام في مناطق سهل نينوى، سواء في مناطق سهل نينوى أو تلعفر أو سنجار، وأخذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين هذه الزيارة مع تأمين انسيابية كبيرة لمرور الزوار وكذلك العجلات وكذلك الحفاظ على أن تكون جميع الطرق سالكة أمام المواطنين. هل سيكون قطاع طريق موصل العلمين في كل العام أم سيكون هناك خطة أخرى؟ هناك خطة أخرى، سيكون وضع طريق أحد السائدين ذهابا وإيابا حتى يكون الطريق مفتوح أمام وسالك أمام المواطنين، وكذلك الطريق الآخر سيكون للزائرين. هذه الخطة تم وضعها بالتعاون مع الحشد وكذلك قيادة العملية، قيادة الشرطة وكذلك الوكالات الأمنية، حتى تكون هذه الزيارة من شأنها تأمين المواطنين وكذلك حتى تكون مؤمنة بشكل أمني كبير.